فريق النادي الاهلي بالفانيلات الحمراء. وهنبدا المباراه. الحكم نصف ساعته، واللي اختار فريق كنوكو واللي هيلعب ضربه البدايه فريق النادي الاهلي. والحكم كان بيشاور وبدأ المباراة. وكرة ورا ربيع مجدي على ميهوب مدحت رمضان. يلا يا مدحت، وتقطع الكرة وتخبطها كوفي. لعبت مصطفى عبده، مصطفى منه السيرد باك للباك ليفت عبد الكريم زيتو لكوفي. اختفى مصطفى عبده ماشي من ناحيه اليمين ولم الكرة وعدى، انما ياخدها منه زيتو ويطلعها بره. هيعدي فراوت مدحت رمضان عاليه لمصطفى عبده بيلعبها بدماغه واوعد وتتخطف. ربيع ياسين تاني عاليه يلعبها سيرد باك طويله للسنتر فيرود. انت روح لمدحت رمضان بيلعبها طويله لمصطفى عبده وعبد الكريم زيد ياخدها مصطفى وهيشوط يلعبها بالعرض. يقطعها بابا اوروكو يديها للوينج ليفت بتاعه كوفي لعبد الكريم زيتو ينقلها على طول مجدي لمدحت رمضان لمجدي ياخدها تاني عبد الكريم زيتو وماشي، انما في فاول لمدحت رمضان. فاول مدحت رمضان هشوطه عبد الكريم زيتو نمرة ثلاثة ينقلها على مهله لنمرة ستة بابا تروح ناحية الشمال لمختار لمحمد عامر. عامر طويلة قدام تلمس دماغ واحد يقف بابا نمرة ستة وماشي ناحية الجول بتاعه يديها ليوسف كار الجول. يوسف كار يديها لهارونو يوسف نمرة اثنين ماشي على مهله بيهدوا اللعب عليها في النص مجدي لمختار ماشي من ناحية الشمال مختار ومعدي وبيلعبها طويلة بالعرض وطاح عبد الكريم زيتو داخل الخطيب. يلا الخطيب وبين معه اشوف وشاط يا الله جنب القائم اليمين. عرض لك يا كابتن خطيب تطلع بره. كرة جميلة برافو يا زميل برافو يا بيبو. ابيون يوسف كار يديها لبابا يرجع حاله تاني بينطق الكرة وشاط كرة عالية. ربيع ياسين على طول بدماغه انما تطلع الكرة بره اوت رمي التماس واللي هيرميها نمرة اثنين هارون ويوسف. لعبها ناحية الونج رايت ياخدها نمرة تسعة انتي وتقطع طويلة ناحية اليمين تطلع بره. هيحدف اوت ربيع ياسين مختار بيرجعها له تاني عامر ماهر همام طويلة لعامر. يلا يا عامر موه بجسمه وهيفوت من ناحية الشمال ويرفع كرة عالية ومصطفى عبده بيرجعها ليه يا مصطفى كان حاجة شوت على طول انما تتقطع ويمشي بيها يخش على طول مدحت مصطفى عبده ياخدها يوسف تخبط في رجل علاء ميهوب تطلع الكرة بره. فرصة كبيرة يا مصطفى كان حقه شاطها على طول كان يقدر يصلحها نفسه انما كان عايز يصلحها للي جاي من ورا. هدف الاوت مصطفى عبده ياخدها نمره تسعه انتي يلعبها قدام نمره 13 البرت تتقطع وتخش طويله لعلاء. علاء بيصلح الكوره وطويله لمصطفى عبده حلوه ناحيه الشمال يمين وبيلعبها بالعرض الخطيب بالقلق. يا يا
يا يا يا حرك يا خطيب، الكرة عالية سن الجزمك، امسكها الجول. يوسف كار ولعبها بايده لالبرت نمرة 13. ماشي البرت سريع ماشي، وبيلعبها لنمرة 11 كوفي. تخبط في رجل مدحت رمضان، ومدحت تطلع الكرة بره. خمس دقايق والنتيجة لا تزال 0-0. نمرة 11 كوفي حلو، نمرة 9 انتي ماشي كوفي بيرجعها لورا. نمرة 6 انما تتقطع وبيشوط كرة جامدة، انما تطلع بره على شمال اكرامي بره اهو. قطع روكو نمرة 6 اللي شاط اكرامي. شاط كرة طويلة نمرة 6 قطع، ونمرة 9 بيرجعها ورا ل 11 كوفي بيلعبها طويلة عالية للوحده وهو جول، انما في ايد اكرامي. نمرة 12 افرنج كرة عالية للخطيب، الخطيب على طول بيلعبها المختار للخطيب، انما قطعها من قدامه بيلعبها طويلة للباك رايت هاروني يوسف اللي بيلعبها ناحية الشمال لنمرة 13 البرت. البرت تطول وتطلع كرة اوت، واللي هيحدف الاوت محمد عامر. سبع ربيع ياسين، ربيع مختار تروح لربيع تاني بيلعبها بالعرض طويلة مجدي تتقطع بيجري عليها ماهر حمام، ونمرة 12 افرنج بيرجعها ماهر بجول اكرامي. اكرامي طويلة لعامر، عامر على الارض لربيع لمختار، مختار قطع انما في فاول، في فاول من نمرة 10 امبودو. لعب الطويلة المختار بتقطع وتروح تاني المختار بيلعبها عبر العرض، ما فيش حد في النص، الخطيب تلمس رجله وتروح لإفرنج. ربيع ياسين لمختار للخطيب، انما الكرة تطلع بره او الحكم الدهو ضربة مرمى على طول الجول بيلعبها ناحية اليمين لجون سميث نمرة 7 وينام على الارض يطلع الكرة على طول مجدي بره اوت. هيحدف الاوت جون سميث، سبعه للباك رايت عبد الكريم زيتو، ورا لنمره 10 انفودو لعبد الكريم تطلع كوره منه بره اوت، تعبت على طول لمختار تطول وتروح لانفودو يلعبها لنمره 5 روكسون. روكسون على الارض داخل معاه مختار في زقه اتحسب الفاول على مين يا راجل؟ لعبد الكريم ل 12 افرنج تاني النمره 3 عبد الكريم زيتو بيلعبها طويله مش لحد ابدا تطلع الكره بره. 9 دقائق 8 دقائق والنتيجه لا تزال 0-0. مدحت لكرامي وشاط كرة طويلة عامر لما تخبط في الباك هارون يوسف يلحقها ويرجعها قصيرة لنمرة 10 ياخدها مجدي. مجدي بيلعبها طويلة طويلة ما لحقهاش عامر ما لحقهاش ما لحقهاش تطلع بره. عايزين جول بدري عشان يصحينا ويصحي الجمهور وبيعطل اللعب الجول كيبر كار مجدي، انما في فاول المختار تروح لنمره 11 كوفي يلعبها طويله ناحيه اليمين
يجري على طول. برافو يا ربيع، برافو. روح لعامر، عامر لعلاء ميهوب، لمدحت رمضان، مصطفى عبده. ماشي مصطفى، فوت موه بجسمه. حلو يا مصطفى، بيرفع كرة عالية بتعدي، انما يخش مجدي ونقلها تخبط في رجل واحد وتروح لنمرة 12 افرنج مع جون سميث. ماشي لسه افرنج، قطع عامر واختار جون سميث، نديها لاحد اليمين ونمرة 12 افرنج للباك رايت هارون يوسف، يرجعها ورا تاني للهباك، يموه بجسمه ولسه بيلعبها ناحية اليمين مع ربيع ياسين، يلعبها تطلع الكورة بره، تعمل اوت على طول للباك اللي بيلعبها فيه اوف سايد. اوف سايد مصطفى يونس لإكرامي، نطع الكرة وشاط كرة عالية. مصطفى عبده بتعدي تروح للخطيب، تتقطع لعلاء ميهوب لمصطفى عبده بكعب رجله، انما قطعها نمرة 10 كوفي، وماشي ماشي كوفي، فات بيمشي بالكرة كويس، ماشي بيلعبها للستة فريق، بيلعبها ل 1 2، انما تطول تروح لربيع ياسين، لم الكرة ربيع وعشر دقايق والنتيجة لا تزال 0-0. اختار ياخدها نمرة 13 البرت، يلعبها بالعرض يقطعها علاء ميهوب، انما تروح لنمرة 9 انت بشوط من بعيد، شوطة ضعيفة تطلع بره اوت. ضربة مرمى لفريق النادي الاهلي واللي هيشوط اكرام، يلا يا اكرام شاط كرة عالية، لعب على طول وقفى علاء ميهوب ياخدها نمرة 9، انت كويس ده نمرة 9 ده لجون سميث، قطع مختار فات، انما في فاول مش معقول مش معقول، دي كعبالة وباينة زي الشمس، تروح لجون سميث رجعها تاني لامبودو، اتقطع وعلى الارض لنمرة 11 كوفي، لعيب كويس نمرة 11 ده، نلعبها ناحية الوينج رايت لجون سميث، للباك رايت عبد الكريم زيتو، طويلة بالحاب للاول ونصلحها اكرامي، كورنر كرة خطيرة لأنها نطت عملت بند في الأرض، لكن إكرامي حولها كورنر، كورنر من ناحية اليمين ولا شوطه نمرة 2 عبد الكريم زيتو، حاسب النمرة 10 اللي طلع قدام ده شاط على طول نمرة 7 جون سميث بيحولها، انما تطلع كوره بره اوت. ضربه مرمى لفريق النادي الاهلي واللي هيشوط اكرام، لسه ما تلميناش على الكوره، شاط بتعدي ياخدها نمره 3 بكريم زيتو، تروح لمصطفى بيلعبها طويله للخطيب، بيحط الجول يا ولد، بعد 13 دقيقة كرة جميلة من مصطفى عبده، يلعبها بعد من فوق السند باك، يخش الخطيب، الجول الأولاني، كرة مع حامد، الخطيب ياخدها نمرة 10 من فودو، إنما في فاول، الجول ده ما احنا شايفينه هو بيتعاد،
يا سلام يا ولد، يا لعيب لعيب والله، لعيب الخطيب، لعيب كبير قوي. صل على النبي، اللهم صل عليك يا رسول الله. ان شاء الله نعمل نتيجة كويسة علشان نروح هناك مستريحين. الخطيب هو اللي ضرب الكرة اللي فاتت دي، الخطيب كان دخل مع واحد هو اللي ضربه، فاول بول. يلا يا خطيب، الواحد يتحامل على نفسه النهارده. وفاول اللي هشوطه مصطفى يونس. ربيع، يلا ربيع، شاط كرة عالية، مصطفى عبده، وشاط بره بره جنب القائم الشمال، تطلع بره. يلا درش، عايزين واحدة نحط الجول التاني عشان نستريح ونقدر نعمل اللي على كيفنا بقى. كرة مع يوسف كار، رجعها الحكم عشان ما طلعتش بره. وهشوط يوسف كار الجول. شاط مدحت، نروح لعلاء ميهوب. اختار الخطيب، الخطيب وشاط. يا سلام، لو مشي خطوه كمان، كمان خطوه واحده بس كانت عملت، كمان كان بقى فيها كلام تاني. كره مع الباك نمره 2 هارون يوسف، الجول بيلعبها له بايده تاني. وعلى الارض بيديها النمره 10 انفودو، انفودو بيلعبها طويله. مجدي عبد الغني بيلم الكوره، بيلعبها طويله لمصطفى، انما بره بره، وتظبط رجلك يا مجدي. هدف الكرة على طول، عبد الكريم زيتو مع الكرة، بيلعبها في النص. يا ولد يا مجدي، برافو، روح لعامر، ماشي عامر، وطويله لمختار. يلا مختار، دخل معاه بابا توكو وقطعها. الكرة مع يوسف كار بايده للوينج رايت، جون سميث تتقطع منه، انما في فاول. يا راجل يا راجل، حرام عليك. ده فاول، لعبت كل على طول. مختار عامر، للعامر، لمختار، تتقطع، يلعبها طويله ناحيه الوينج رايت، انما مصطفى يعدي ويخش معاه ربيع، وتطلع كره كورنر. واللي هيرفع كورنر نمره 2 هارون يوسف، وشايف انا نمره 9 انفودو، اصله طويل طالع قدام، خلي بالك منه. وعلى الارض بيلعبها، ينط مع الكوره وتطلع تاني بره، وتخش واحد، انما اكرامي يا ولد يا اكرامي، يطير في الهواء ويمسك الكوره وينزل بيها على الارض. لعيب بيده طويله لعامر، يلا عامر طويله، اوف سايد ماشي يا مصطفى عبده، مش اوف سايد، ماشي بيلعبها بالعرض على طول. الجول الثاني، الجول الثاني على ميهوب. أصبحت النتيجة 2 الأهلي 0 كوتوكو، جاب الجول على ميهوب في الدقيقة 19. كورة مع 13 ألبرت، يديها للباك لاين، يلعبها طويلة يقطعها. يا ربيع يا لعيب أوي، تاني خش معاه، ما تسيبوش، يلا يلا على مجدي طويلة بيلعبها، انما اللايز مان مشاور، فاول بول من مصطفى غير مباشر، بيلعب كرة عالية. ربيع ياسين على طول تطلع، اكرامي يا سلام يا ولد يا اكرامي،
يطلع ويمسك الكوره وشاط طويله. يلا درش يلا درش يلا درش ادها للخطيب هيمشي وفات ولم الكوره ويلعبها الناحيه الثانيه ولعبها فيها طويله لمصطفى عبده. مصطفى عبده بدماغه عاليه راح اللي جوه الباك الباك بلمها وماشي وبيلعبها بسن الجزمه طويله مش لحد ابدا تطلع الكوره بره و... يلا يا مدحت 2-0. مصطفى عبده فوت الكوره لنفسه انما تخبط في رجل عبد الكريم زيتو وتطلع اوت لصالح مصر. النهارده طبعا مدحت رمضان عاليه بتلمس الجراح بيلعبها سياره وتر. يا خساره يا خساره يا خساره لو الجول ده قدرش جه كمان كان زماننا دلوقتي قاعدين مستريحين. ده الجول الثالث شاط مختار بتعدي ربيع ياسين وراه على طول ماهر همام بيلعب الكوره تطلع بره وضربه رمي التماس لفريق كوتوكو واللي هيحدفوا نمره 2 هارون ويوسف بيديها لنا 10 امبودو بيلعبها له تاني داخل مع واحد بيلم الكوره انما مختار يفاول لعبت على طول انما الحكم مشى الكوره وهي ماشيه. انا مش عارف الراجل ده بيعمل ايه. نمره 13 البرت ماسك الكوره بيديها للهباك امبودو لخمسه روكسون لالبرت البرت هارون ويوسف للوين دراي جون جون سميث بيجري عليها ربيع حاسب يا ربيع بيديها لاكرامي يا ولد صاحي اكرامي شاط كوره طويله قدام اجري يا خطيب اجري هيتلخم اللعبه تروح لمصطفى عبده وقفها لم الكوره وبيشوط من بعيد كوره جامده انما من فوق العارضه تطلع بره معلش مره تصيبه مره تخيب معلش كويس هدف شاط يوسف مجدي عبد الغني على طول بدماغه ده الخطيب انما تطول يوقفها يخش مجدي على العياني ويلعبها تروح لعامر ماشي معاه الباك وبيلعبها طويله يا سلام يا ولد يا ربيع انما فاول حسبها فاول لعبت على طول مشاها ما حسبهاش يروح لروكسون نمره 5 يلعبها طويله على الارض ماهر امام ينقلها على طول لمين يا ماهر ماشي بموهب جسمه وديها ل 11 كوفي كوفي لسته يلعبها للهباك للوينج رايت اوعى ده اوعى انما تخبط في رجل واحد وتقطع الكره كوره كورنر من ناحيه اليمين واللي هيشوطه هارون يوسف فات 24 دقيقه والنتيجه 2 الاهلي 0 كوتوكو. شاط كرة على طول بدماغه لعامر لمختار بيقطعها من قدامه نمرة 13 البرت للتعاون هيحدف الاوت ربيع ياسين ربيع مختار لعامر عامر يلعبها نمرة 2 النعمة تطلع كرة لسه الكرة في الملعب بيقطعها لمنا 10 امبودو طويلة لجونسون برافو لمصطفى عبده بموهبة جسمه يا ولد يا درش لعامر برجله الشمال تخبط في واحد وتروح تاني للهباك ماشي هيرجعها ولا انما لعبها بعقل اداها لامبودو نمرة 10 لبابا ماشي حاسب الراجل ده ما تسيبوش لعبها ناحية الونج رايت انما ربيع ياسين يا بطل ربيع في فاول حسبها فاول على ربيع عشان راح له وبيقول له لما اكلمك تقف تسمع الكلام وفاول هيشوطه هارون ويوسف
نمرة 11 كوفي اللي بيلعب دلوقتي في النص. كرة مع علاء مايهوب، يلا طويلة علاء لمدحت رمضان، يلا مدحت، ماشي مدحت لمصطفى عبده، الخطيب فاضي ناحية الشمال يا ولد، حلوة لمختار، غير اللعب وماشي مختار، ماشي وعدها، يلا بقى لوقت خطيب، يلا خطيب اوفسايد، اوفسايد مختار، اوفسايد مختار. 25 دقيقة والنتيجة 2 الأهلي 0 كتب. الكرة مع بابا بيلعبها للهباك، بيرجعها لفودو، انفودو انفودو دخل معاه ربيع ولعب كرة عالية تروح لهارون يوسف، لم الكرة هارون وبيلعبها ناحية اليمين جون سميث، بيلم الكرة لانتي لالبرت تاني لهارونو، ما نسيبهمش يلعبوا زي ما هم عايزين كده، يهاجموا ويقطع الكرة، يقطعها ربيع ويطلع الكرة بره، اوت ولا يحذف الاوت، هارونو يوسف بيبص للاثنين، نمرة 12 ابرينج و ومجدي، الكرة مع الهباك، مجدي على طول بدماغه يخلق، انما الحكم سيبا فاول، تتلعبت على طول لعامر، الخطيب، الخطيب تقول مصطفى عبده، يلا مصطفى لمه بقى، اتكعبل اتكعبل، يا خسارة يا خسارة، كان هيحطها برجله الشمال في الزاوية البعيدة، انما اتكعبل، استعجل شوية يا مصطفى، كان لازم خطوة كمان يا مصطفى. الكرة مع الباك رايت بيلعبها طويلة النمرة 12 انتي، بيطلعها مصطفى يونس برا اوت، رمي التماس ولا يحدث الاوت، هارون يوسف في فاول، فاول من مجدي ولا هشوطه هارون يوسف، حسب الكرة اللي بره دي، الكرة دي عالية خطيرة، بيشوط كرة جامدة طويلة زيادة عن اللزوم، مدحت رمضان دخل، برافو يا مدحت، دخل مع كوفي يطلع الكرة، دفعة لجون سميث لكوفي، كوفي رجعها لعبد الكريم زيتو، يلعبها طويلة قدام على طول، ما عرف يخش للنمرة 6 يلعبها، انما برافو يا سلام يا ماهر، برافو برافو برافو، طويلة لعامر، فاول حش رجله نمرة 13، برافو يا عامر، أول مرة هقول لك برافو، لألبرت طويلة ناحية الشمال ربيع ياسين، يلا يا ربيع لم الكرة وعدى وفات وبيشوط من بعيد، انما ضعيفة في ايد الجول، ليه بعيدة قوي دي، كان لازم يمشي كمان، الجول شاط، مجدي وانتي، انتي بيديها الكوفي، بيمشي بالكرة كويس نمرة 11، بيديها لروكسن، روكسن بيديها على طول لنمرة 13، ماشي ل 12 تابرينج، بيلعبها بلعب، بيلم الكورة، انما مدحت رمضان بيطلع الكورة بره كورنر، لايز مان بيشاور انما الراجل الحكم ما بيبصلوش، 11 كوفي هيشوط الكورنر، حسب الراجل الطويل نمرة 10 انفودو طالع قدام، وده عالي قوي بيرفع اهو، بيلعبها بدماغه
انما اكرم برافو اتريني وامسك الكوره وبايدي على طول لمختار يلا يعدي انما روكسن معاه يخش الباك عبد الكريم هارون يديها نمره سبعه جون سميث انما مش سايبه يا سلام يا سلام يا ربيع والله العظيم لعيب والله لعيب قوي انما دخل في رجله دخل في رجله فاول على ساعة تانية فات 30 دقيقة والنتيجة 2 الاهلي 0 كوتوكو جاب الجول الاولاني الخطيب في الدقيقة 13 الجول الثاني علاء ميهوب في الدقيقة 19 وما احنا مش عايزين ابدا النهارده حد منا ان شاء الله يتعور ولا حاجه ونكمل المباراه بال11 ابطال اللي في الملعب الحكم بيصفر الدكتور الكاوي لسه واقع في الارض ده الجمهور العظيم جمهور الكوره اللي جاي عشان يشجع فريق النادي الاهلي قام وقف سليم الحمد لله سليم ربيع سليم الحمد لله لايزمان بنادي الحكم وبيكلمه بيقول له انا برفع لك الرايه كتير ما بتبصريش وفاول ولا هشوط مصطفى يونس عارف اللاين زمان هنا بيشاور للحكم بالنار غارة مؤكد مش من عندنا لا يمكن يكون حد بيرمي طوبة ده احنا كسبانين هنرمي طوبة ليه ما اناش عارف طيب راح علشان يخلي الجمهور ما يمنع من اي اوت لصالح النادي الاهلي ولا هيحذف الاوت ربيع ياسين علياء على طول اتلعبت المختار دخل مختار يطول على ربيع ياسين بدماغه نمرة 10 انفودو طويل قوي الراجل ده نط ولعب الكرة بدماغه تروح لجون سميث بيلعب على النمرة 9 حاسب الراجل ده لم كرة وبكعب رجله بيديها للباك رايت بتاعه هارون يوسف بيرجعها تاني لنمرة 6 قطع يلعبها تخبط في رجل ربيع في مجدي وتطلع الكرة بره اللاعب الثاني لهارون يوسف يديها لامبودو ياخدها منه مختار يلا مختار مالله تطول منه ياخدها الحباك ويرجعها للجول يوسف كار يوسف شاط ربيع ياسين تنط الكره منه انما ياخدها الحباك وماشي نمره 11 كوفي يديها ل 13 البرت ال 11 تاني كوفي بيلعبها عاليه لا رمان بدماغه يلعبها يطلعها تروح لمدحت رمضان ما تطلعش يا اكرامي الا اذا كنت ضميها 100% ومصطفى عبده يلعبها للخطيب حلوه من ورا الجول وماشي الخطيب هو واحد بفضل نفسه يلا بنجيك شمال وش في الدقيقة 35 أهلي 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 برافو يا خطيب والله كنت بلعبها معاك وانا قاعد قدام وعارف ان انت هتعملها كده برافو يا خطيب لعيب لعيب الجمهور العظيم بيحيي الخطيب
اللاعب الفز. انما كرة جميلة حلوة قوي 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 يا خطيب. باك لايت هاروني يوسف لعبها لما عشان فوضو انما في اعتراض تتحسب فاول. يا رمام لعبها لعامر بلت عن نفسه فات وعدى وماشي ولعبها عالية. يلا مصطفى الخطيب على صدره. يا خسارة يا خسارة يا خسارة. خبطت في صدر الجول كورنر وتشاط حسبها ايه الحكم. كورنر من الناحية التانية. ايوه كده ايوه افتكرته هيحسبها. كورنر واللي هيشوطه مصطفى عبده من ناحية اليمين وشاط كرة عالية حسبها الرفع اوت. قال انها عملت كيرف وطلعت بره. يسخر نمره اربعه يكوازي نشوف هيلعب محمد محمود. الجول يوسف كار انتهى للباك رايت هارونو يوسف ماشي وبيرجعها للجول بتاعه تاني. ينطق وشاط كوره عليها. يلا يا ربيع على طول ربيع بدماغه نمرة 12 بيلعبها قدام يخش مصطفى يونس لمختار بيلعبها تخبط في واحد وتروح لعامر لما في فاول. فاول فاول على مهلك. استنى مختار ايه ده دخل فيه جامد. نمرة 10 انفودو يخش بمختار لكن الحمد لله سليم قام على طول. هشوط الفاول رمام يا عامر العبها تخبط في رجل واحد وتطلع كورة. كورة كورة من ناحية الشمال واللي هشوطه محمد عامر سابها لمصطفى عبده. يلا يا مصطفى رفع كورة عالية على طول بتعدي ماشي لما معاه ربيع زقه حسب فاول على طول. الباك ليفت عبد الكريم زيتو يديها للهباك النمره 12 افرنج الخطيب عسيدو حاسب ياخدها نمره 3 تخبط في ايده انما ما تتحسبش وماشي نمره 3 معايا يا خطيب يا علاء ميهوب برافو انما في ماشي طويله مصطفى عبده بيلم بكعب رجله الخطيب لمصطفى عبده. يلا يا دنش يلا يا دنش على مهلك بيلعبها بالعرض الخطيب يا سلام يا خساره يا خطيب يا خساره كان هيبقى الجول الرابع بقى هاتريك. يا خساره يا خطيب استعجل الكره نطت وعملت برد في الارض خبط في وش رجله وتطلع بره اوت. كوره سليمه انما مصطفى عبده والله العظيم يا دنش لعيب قوي برافو يا مصطفى برافو هاي هاي مصطفى عبد كوازي هيلعب مطرح عبد الكريم زيتو نمرة أربعة كرة عالية في فاول. يا راجل ده هو اللي بيز اشوط نمرة 7 جون سميث شاط اكرامي بيطير معاه انما الكورة طلع بره قوي بيقول انها لمست ايد اكرامي. ايه لمست فين يا عم دي بعيده عنه بمتر بعيده عنه بمتر. كورنر لا شوت نمره 7 جون سميث شاط اكرامي اطلع يا ولد يا بطل بايده على طول طويله مختار الخطيب ماشي
ماشي قدام لخط مختار هو وجود. يلا قول لا بابا. معقول اللي ده بيضيع عليك؟ معقول؟ مش معقولة، مش معقولة الكرة اللي فاتت دي يا مختار. معلش هنضرب نجيب الرابع ان شاء الله. انما يا سلام يا خطيب، لعبها بعقل تمام، لعب الكرة لعلاء ميهوب. نمرة 7 بيهتيها للنمرة 13 ألبرت للباك رايت. للنمرة 6 كاكا يختفى منه مصطفى يونس وبيلعبها قدام للخطيب وماشي من ناحية الشمال، إنما تطول منه تطلع الكرة بره أوي. يا خسارة يا خسارة، فرصتين كبار، كرة الخطيب وكرة مختار، كان زماننا دلوقتي نايمين على حرير. الكرة تتلعب لامبودو، لامبودو بيديها ل 13 لكوازي اللي نزل. لامبودو ماشي وسيارة تختفى عامر. يلا مش حلو لمختار، يلا مختار، يلا مختار المرة دي بقى يا راجل. ايه ده؟ ما حسبهاش حاجة يا راجل، ده حايش رجله هو وجول. هتحسب فاول امتى؟ اتعبت على طول لعامر، بموه بجسمه لما تتقطع منه مع علاء ميهوب. علاء برافو علاء، ماشي ماشي ولعبها عليها. الجول كيبر يترمي عليها، برافو حلوه دي، قطعها من قدام الخطيب. لعبت الكره على طول لهاروني يوسف وفات على ساعه انا 43 دقيقه والنتيجه 3 الاهلي 0 لتوكيو. جون سميث لالبرت، يلا مصطفى هاتوا ده ما تسيبوش. بيلعبها لجون سميث تاني، مدحت رمضان ما يتقص، ما يتقص، ياخدها مصطفى عبده. يلا يا مصطفى ماشي طويله، يلا مصطفى يلا كمان مره. بيلعبها بالعرض، اختفى الخطيب. يا الحكم بيقول ما فيهاش حاجه، لا زمان بيجاور له وهو بيقول له ما فيهاش حاجه. وكوره عاليه مدحت رمضان يقطعها اكوازي، بيلعبها في النص حسب الراجل ده، ياخدها مع علاء. علاء ميهوب يلا اتصرف فيها. يلعبها مدحت رمضان عالية لمصطفى عبده، مصطفى عبده يلا مصطفى. انما كوازي يطلعها منه بره. معلش معلش مش هيحسب حاجة، قوم يا مصطفى معلش. هيحدف الاوت مدحت رمضان من وراه، ايوه كده يعدي ياخدها بايده ومن هنا تروح ل 11 كوفي، ل 13 البرت، البرت يديها لجون سميث. هيصلح وهيشوط، حاسب الراجل ده ما يشوطش، بيشوط شوطه جامده. يا سلام يا اكرم، برافو يا علي، برافو يا اكرم. شاط كرة طويلة قدام، مفيش حد هنا، بيجري عليها امبودو، بيلم الكرة وماشي بيديها لافرينج لبابا وجون سميث. طويلة عامر بيرجعها ورا لإكرام. على سهلة على ساعتي انا انتهى الوقت الاصلي والحكم هيلعب في الوقت الضايع، وإكرامي ماشي. وشاط كرة طويلة، ثبت لط مصطفى عبده، بتعدي تروح للهباك بإكوازي، عمل نفسه بصيعة إنما يقطعها ويلعبها طويلة قدام. 1 2 نمرة 11 توفي ده كويس قوي، بقول معاه ما تسيبوش. يلا يا ماهر، ماهر طويلة تطلع الكرة بره اوت، هيحدفها اكوازي بيديها لروكسون،
كوازي تاني هيرجعها للجول بتاعه. احسن ربيع ياسين بيلعبها على طول، تروح لعامر لربيع. ماشي يا ربيع العبها يا راجل، كنت تلعبها على طول، كان معاك اتنين. تطلع الكوره بره كورنر، كورنر من ناحيه الشمال، واللي هشوطه مصطفى عبده. كره عاليه يطلع جول كيبر، وعلاه بيصلحها لما بيلعبها عاليه ساطع، يخش الباك ويطلعها. هبطت في العارضه، هبطت في العارضه، ما لمستش دماغه. تطلع بره اهو، لعبت الكوره على طول لاربت للجول يوسف كارا. يوسف شاط، مجدي عبد الغني على طول، ماهر همام عاليه وتقطع، يخش مجدي تاني طويله، مصطفى عبده، يلا مصطفى قطعها من قدامه نمره 9 من كوتو. في فاول يا راجل، ويصفر الحكم بانتهاء الشوط الاول، والنتيجه 3 مصر النادي الاهلي 0 كوتوكو. جاب الجول الاولاني الخطيب في الدقيقه 13، الجول الثاني علاء في الدقيقه 19، الثالث الخطيب في الدقيقه 35. سيداتي انساتي سادتي، الى استودعنا في القاهره، ثم نعود مره ثانيه لننقل اليكم الشوط الثاني. سيداتي أعزائي سادتي، مرة ثانية ننقل إليكم الشوط الثاني بين فريق النادي الأهلي وكوتوكو الغيني من غانا. بدأ اللعب بقاله نص دقيقة، وعلى يمينك باللون الأحمر فريق النادي الأهلي، وعلى شمالك بالفريق الأصفر فريق النادي الغاني من نادي كوتوكو. وفي فاول لصالح مصر، واللي هيشوط مدحت رمضان، والنتيجة الشوط الاول 3-0 لصالح فريق مصر. اللي جاب الجول الاولاني الخطيب في الدقيقة 13، الجول الثاني علاء ميهوب في الدقيقة 19، الجول الثالث الخطيب في الدقيقة 35. الكرة مع البرت بيلعبها طويلة، ربيع ياسين بيلعبها بالعرض، بتنعدي لما ياخدها 11 وبنقلها، قطعها مجدي عبد الغني، اديها لعلاء ميهوب، علاء طويله لمصطفى عبده. ماشي مصطفى، يلا مصطفى خطفها منه كوازي نمره 4، اللي تروح لمختار للخطيب، يقطعها امبودو، وطويله ناحيه نمره 9 انت مع ماهر، ينقلها تاني لنمره 7 جون سميث، دخل معاه ربيع، خدها منه يا ولد يا ربيع. ماشي وطويله لعامر، يلا يا عامر، يخش الباك هارون يوسف ورجعها للجول يوسف كار. يوسف بايده بيديها لنمره 6 بابا، لنمره 11 الراجل ده جامد، حاسبه منه، تقطع وتروح تاني لجون سميث بكعب رجله للباك هارون يوسف ل 11، كوفي ل7، دخل ربيع معاه ودخل، برافو ربيع، وطلع الكوره بره اوت، اوت ولا يحذفه هارون يوسف نمره 2. لعبها فاول ثرو، رجعها عامر لربيع، بتعدي تطلع بره اوت، ده فاول يا راجل، الكوره مش من ورا دماغه، تتحسب فاول، اتعاب على طول للخطيب، الخطيب ده مختار، يلا مختار واحده من بتوعك بقى، عدي منه بقى، هوبا ماشي بالعرض، بيلعبها ناحيه مدحت، مدحت مصطفى عبده،
العبها عاليه بره اوت بره اوت. معلش عايزين نهدى حبتين ونبتدي نلعب زي الهاف تايم الاولاني، ننتشر في الملعب وكل واحد يمسك واحد. وما نضيعش فرص سهلة. كرة مع جون سميث نمرة 7. يلعبها مجدي عبد الغني في زقة من نمرة 12. داخل معاه مصطفى يونس يطلع الكرة بره اوت. اللي هيحدث الاوت نمرة 2 هارون يوسف. ماشي مع ماهر يزق قبل قدام لعلاء طويلة حلوة لمصطفى عدو. يلا يا مجري عدى وفات وبيلعبها بالعرض للخطيب. واو بتعدي من قدامه ما لحقهاش تطول وتروح للباك رايت. هارون يوسف يا خسارة، مش عايزين نضيع جوال، عايزين كل فرصة تجيلنا نجيب بيها جول. نمرة 11 كوفي يلعبها طويلة لنمرة 6 بابا مان امام لعلاء ميهوب. ليه يا مام علاء بالعرض يديها لمدحت رمضان لمصطفى. ماشي مصطفى غير الناحية التانية بقى لمجدي عبد الغني. يا راجل وسيارة خطر الكرة دي. مجدي ما يسيبوش يلعبها يخش مجدي لمصطفى يونس على الأرض مختار علاء يا راجل والخطيب. وبعدين بقى في اللعب الكلام الفاضي ده تروح لنمرة 13 ألبرت على الأرض ال 12 يقطعها مجدي تخش وتطل إنما يحسبها فاول بول على مصطفى يونس. اللي هيشوط نمرة 12 افرنج. في حيطة زي ما احنا شايفين. وطالع نمرة 10 وتسعة وسبعة في خمسة وستة واقفين حوالين الكورة. وشاط تخبط في الحيطة وتطول وماشي معاه نمرة 7 جون سميث. معاه برافو ربيع يطلع الكورة بره مختار. الاثنين هارون يوسف على طول بدماغه تاني مختار تروح لهارون يوسف. علاء ينقلها عامر طويلة للخطيب حلوة على مالك خطيب عاش رجله. ايه ده لا معقول الكلام ده؟ امال انت تتحسب فاول بقى؟ اتعبت الكورة لنمرة 13 وبيشوط من بعيد انما بره. قوم يا خطيب قوم مفيش حاجة. يا ساب الكورة وشاطه في رجله شاط الخطيب. قوم يا خطيب اللعبة محتاجك ان شاء الله سليم ما فيش حاجة ابدا. عبد العزيز عبد الشافي بيتكلم الحكم اهي يعني امال هيحصل فاول امتى. ايوان الخطيب هيقوم ان شاء الله سليم ما فيش حاجة. هي خبطة في العرض
السيد رئيس الوزراء الدكتور فؤاد محمود الدين، السادة كبار المدعوين شفناهم في الصورة اللي فاتت. لسه الخطيب واقع في الأرض، المزدفين حواليه عدد كبير، واقف سليم الحمد لله زي ما احنا شايفين في الصورة. قام يلا يا بطل، يلا يا بطل، يلا. والحكم بيكلم الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، وضربة مرمى وهيبدأ اللعب. وفات على ساعة تانى 8 دقايق والنتيجة لا تزال الأهلي 3-0. اكرامي شاط عامر بدماغه تروح لنمرة 2 هاروني يوسف، بيلعبها ورا لروكسون، روكسون عالية في النص، مجدي على طول بدماغه لعامر، ياه فاول طبعا، فاول النمرة 10 امبودو للخطيب علاء، طويلة مش معقول كان هيبقى الجول الرابع. كرة ملعوبة، برافو يا مدحت، مرفوعة حلوة اوي 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 اوي، انما الخطيب يا دوبك تلمس دماغه وتطلع بره. كرة مع جون سميث، بيلعبش كويس اوي الراجل، علاء معدة وبيلعبها طويلة انما تتقطع، واللايزمان رافع الراية اوف سايد. الحمد لله ماشي زي ما هو عايز. كان نمرة 7 جون سميث هو والنمرة 11 كوفي بيمشوا بالكنترول بتاعهم هايل. كامي شاط كرة عالية، مصطفى عبده بتلمس دماغ نمرة 5 روكسون، ياخدها مجدي وتطول وتروح لنمرة 11 كوفي، لنمرة 12 ماشي يقطعها منه مجدي عبد الغني، رفع رجله عالية، رجله عالية. بابا نمرة 6 فاول، واللي هيشوط ماهر لمصطفى، مصطفى يونس طويلة تطلع بره. ده احنا لازم نشد حيلنا، الهاف تايم ده زي الهاف تايم الاولاني احسن، اسرعنا الوقت، احنا كل جول نجيبه في مصلحتنا لان في مباراه ثانيه زي ما احنا عارفين هتتلعب في غانا. والكره شاط، جول شاط، مجدي دبل كيك لعبها عاليه وتقطع، ياخدها نمره 6 بابا وماشي وبينقلها للهاف باك لنمره 6 ثانيه اكرامي، تخبط في رجل اكرامي، الحمد لله الحمد لله، وتطلع بره كورنر، برافو طلع في الوقت المناسب اكرامي. نازلين الهاف تايم ده فريق كوتوكو وبيهاجم ومش عارف، احنا لازم نعمل حاجه، لازم نعمل حاجه. نمره 2 7-7 جون سميث، شاط كرة جامدة تطلع بره قوي، ضربة مرمى لفريق النادي الاهلي. اكرامي بيعطل اللعب، لسه بدري يا اكرامي. الجمهور بيشجع ويقول اهلي، عامر تخبط بدماغه وتتنين الباك، ربيع جونسون، انما في فاول من عامر، فاول من عامر، واللي هشوف باك رايت هارون يوسف. فاول ورايا ماهر، ورا الراجل اللي في النص ده، وعلى الارض
عايز يفوتها انما تخبط في رجل ربيع وتطلع الكره بره اوت. هيهدف الاول برضه هارون يوسف يديها للهباك ينقلها نمره 11 ونمره 13 البرت اكرامي يسيب الكره تطلع بره اوت. وبعدين عايزين نعمل حاجه. في شويه هوا مع فريق بتوكو. ايوه كده الكره عاليه قطع مختار زقه وما بيحسبهاش ولا حاجه واوت. اللعب على كيف مختار يشدوا من الفانيلا نمره 13 قلب شد مختار تتحسب فاول لصالح النادي الاهلي. على طول يا ربيع على مالك على مالك اهدى شويه وطويله وتتقطع وتروح له تاني على الارض. المجدي مجدي لم الكوره لمدحت رمضان يلا مدحت لعلاء ميهوب وفات علاء وماشي وبيلعبها وماسكه من الفانيلا وما يحسبهاش الحكم وتتقطع تاني ياخدها 11 من الى يخش معاه مجدي عبد الغني وتطلع الكوره بره قوي. علاء ميهوب اوت لمصطفى عبده وتطول وتروح للخطيب لمصطفى عبده شاطها عليها يا خساره يا عالم يا خساره يا عالم. بيديها لالبرت البرت على الارض لجون جون سميث لم كره وعدى من مجدي يلعبوا الكره دلوقتي ماسكين كره احسن وماشي بيموت بجسمه البرت ونقلها لمره 7 انما يقطعها عامر ويديها لاكرامي اكرامي بايده لمختار فات مختار يلا مختار يلا مختار كمان مرة يلا كمان ايوه عدى بقى هو الجول ودعيبها لورا الخطيب اللي بالكده يا ضعيفة ضعيفة في ايد الجول برافو مختار عمل مجهود كبير قوي. ماهر لمجدي ربيع عامر ملحقهاش طويلة تطلع بره اوت على ساعة تانية فات 15 دقيقة والنتيجة لا تزال 3 النادي الاهلي 0 كتب. الكرة مع البرت بنقلع على الارض لنمرة 6 بابا حاسب الراجل ده لنمرة 7 جون سميث طويلة اوفسايد الراجل بيشاور له وما مش عايز يدي له حاجة ابدا لا يزبان متجاوب. ماهر بيلعبها في فاول سايد في واحد اوف سايد جاي من الاوف سايد كورة مع مصطفى يونس ماشي مصطفى على الارض لمجدي بايت تتقطع منه وتطلع الكورة بره اوت لصالح النادي الاهلي. رامي التماس واللي يحدف الاوت مدحت رمضان حد يقرب له قدام لعلاء تتقطع ويرجعها ورا للباك كوازي لسبع جون سميث فات تروح لكوفي كوفي لكوازي تاني للهباك ل 13 البرت حاسب ده شوط وفات ومعدي وبيلعب يا سلام يا اكرامي يا ولد يا بطل برافو يا اكرامي طلع في الوقت المناسب وقطع الكوره وكان منفرد بيه وكوره طويله مفيش حد مختار انا مختار اه هارد لاك معلش لعب لنمره 2 يوسف ل 13 البرت بيلعبوا كوره كويس دلوقتي اهو مجدي عبد الغني الخطيب تقطع بايده
بيد وجت في ايد الخطيب. احنا لازم نمسك كرة احسن من كده. لحسن ابتدى هما دلوقتي في منتهى الخطورة وكرة مع كوازي الباك ليفت بيديها لالبرت. اربعة بالوينج ليفت تاني كوفي. وان تو ولم الكرة وبيلعبها له تاني ورا. رجعها ورا وبشوط عالية برا. ماسكين كورة كويس فريق توكيو دلوقتي تاني هاف تايم. لازم نعمل حاجة، لازم نجيب جول كمان. كرامي شاط كورة عالية بتعدي ياخدها نمرة 11 كوفي بيرجعها لكوازي للهباك. يا سلام حلوة، ثلاث نقلات جميلة وبيلعب كورة بالعرض على طول. يا ماهر برافو يا ماهر، ما فيش حد يرجع من التلاو ده، لازم ترجع معاهم. وبيشوط كرة من بعيد تطلع بره ضربة مرمى لفريق النادي الاهلي واللي هشوط مصطفى يونس. مصطفى مش عارف بيكلم حد بيقول ايه. لا شوت اكرامي شاط كرة عالية عدي مختار يا بيلعبها قصيرة ياخدها هاروني يديها ل 13 قلب تاخدها الخطيب تاني ويمشي مختار. كان ماشي لعبت على طول لمختار ولعبها بالعرض بتعدي طويله لناحيه الوينج ليفت. معايا مدحت برافو يا مدحت للخطيب. قصيره مصطفى الباك رايت هاروني يوسف يديها لجون سميث ب 13 البرت بابا. ماشي نمرة 11 بيعمل كنترول كويس قوي. لنمرة 12 ايفرينج تتقطع منه ياخدها مختار. يلا مختار ماشي على مهل لعلاء. اتأخر فيها حد يكلمه من ورا. ماشي بيديها النمرة 13 البرت على الارض بيديها الكوفي نمرة 11. نمرة 11 يخش ربيع ياسين برافو يا ربيع. يلعب كورة تلمس رجل الهباك وتطلع بره اوت لصالح النادي الاهلي. لمختار يلا مختار عدي من النص للخطيب سبعة لمصطفى عبده طويله يلحقها بره عاليه. فاول على عام هيديها فاول على عام. ابدا ضربه حره غير مباشره لصالح النادي الاهلي. شايف انا طاهر ابو زيد مش عارف مين التاني بيسخر ورا الجول. ضربة حرة غير مباشرة يعني لازم تلمس واحد الكورة. لعب طويله قدام ربيع ياسين على مهلك. ربيع حاسب فيه اوف سايد تلمس رجل واحد ومشي هو وجول. حسبها لمست واحد لكن كان واقف اوف سايد مشاور لازمان اوف سايد من الاول.
لعبت كرة على طول لألبرت، بيديها الأكوازي، الوينج ليفت اتقطع وتروح لمصطفى عبده. يلا يا مصطفى واحدة بقى، يلا يا مصطفى بره بقى طويلة مختار للخطيب. تلمس رجل واحد وتروح ضعيفة للجول. فات 24 دقيقة والنتيجة لا تزال نادي الأهلي 3-0. كرة مع الوينج ليفت كوفي يعدي مجدي عبد الغني، ماشي تتقطع منه وتروح لنمرة 6 بابا، يلعبها ناحية الشمال ل 11 كوفي، لعبت الكرة على طول للهباك، يرجعها ورا البابا لأكوازي، أكوازي للوينج ليفت كوفي، يلعبها لستة بابا يعدي، انما مدحت رمضان حيشو تتحسب الكرة فاول، يلعبها طويلة ناحية اليمين، يلا يا ربيع يلعبها طويلة، يلا ربيع ماشي كاس يا ربيع، كمان يا ربيع، يلا ربيع كمان ماشي ماشي، بيلعبها للخطيب العطيب يعديها تخبط فيه وتروح تاني ربيع ياسين، ربيع بيعدي وماشي بيمسكهم الفانيلا بيلعبها بالعرض، يا بتلمس العارضه وتروح لمصطفى عبده، مصطفى عاليه في ايد الجول، يا خساره فرصه كانت كبيره الكره اللي فاتت دي، يقطع الكره مدحت رمضان وديها لمجدي تتخطف منه، بيلعبها طويله قدام على طول علاء ميهوب لمصطفى وماشي ناحيه اليمين، يلا مصطفى بيلعبها بالعرض، تخبط في الباك وتقطع الكره كلها، زكريا ناصف وطاهر، لا حسام البدري، حسام البدري وطاهر، كره عاليه اثنين، مجدي عبد الغني تلمس رجله وفات، انما الكره تطلع بره اوت، ظهر ابو زيد هغير، هنشوف هينزل مكان مين، هينزل مكان الخطيب، طلع الخطيب وهينزل طاهر ابو زيد، برافو يا خطيب برافو، حسام البدري كمان بيسخن، اتعب الاوت، نروح لنمرة 10 انقودو للهباك، لنمرة 7 جون سميث وتقطع طاهر ابو زيد، لعبها طويلة مصطفى، يلا درش يلا درش، طولت منه يطلع جول كيبر ويخلطها من قدامه، يلعبها بايده طويلة انما في فاول من مجدي عبد الغني، داخل مع ايفرينج يحسبها الفري فاول، زقة فات 27 دقيقة والنتيجة 3 النادي الاهلي 0 كوتوكو، وفاول ولها شوتو البرت، شاط كرة عالية على طول بدماغه يقطعها علاء، برافو يا علاء لمختار، يلا مختار لمصطفى عبده حلوة بعقل، يلا مصطفى عكسية بقى طويلة لعامر لعلاء لطاهر ابو زيد، يلا طاهر
شوت يا شيخ، خبطت في رجل نمرة 6 بابا وتقطع الكرة كله. اتأخر ثانية واحدة. لو حط رجله في الكرة كان بقى فيها كلام. على رجله الشمال. مصطفى عبده برجله اليمين وشاط كرة جامدة. عامر بيوقفها انها ما تخبط فيه وتروح للوينج. نمرة 7 جونسون الهباك يلعبها. ماشي تتقطع ياخدها مختار. طويلة لعامر. يلا عامر معاه وفودو للجول كيبر يوسف كار يلعبها بايده. دخل مدحت رمضان يقطعها الهباك ويجري بيها. ما تسيبوش الراجل ده يلعبها طويله انما برافو. يقطعها مدحت رمضان ورجعها الاكرامي انما حسبها في فاول على مين يا راجل؟ فاول فين ده؟ هيطلع مدحت رمضان وينزل مكانه حسام البدر. اول مباراه لحسام بعد فتره طويله ان شاء الله ربنا يوفقه. ثاني تغيير طلع الخطيب ونزل مكانه طاهر ومدحت ونزل مكانه حسام البدر. ونمرة 11 و13 البرت وكوفي. هنشوف مين فيهم اللي هيشوط. وشاط تخبط في الحيطه وتروح لنمرة 9 وزقها مصطفى عبده. دخل حسام برافو يا حسام. اول كوره بيطلعها بره. ثلاثين دقيقة والنتيجة 3 الأهلي 0 كوتوكو. يا خسارة الأجوال اللي ضاع دي. لعبت الكرة على طول لكوفي. كوفي لألبرت. ألبرت رامبودو بيلعبها برجله اليمين يسيبها اكرامي. كرة عالية نمرة 2 هاروني يوسف يلعبها لنمرة 7 جون. يخش طاهر ويطلع الكرة بره اوت. هيحدف الاوت هاروني يوسف. ايوه شوية صح اللعيبة بقى عايزين جول ان شاء الله. الرابع يبقى جميل اول لو جه. تعبت الكرة لهاروني يوسف. ماشي بيزقها بيديها لروكسون. روكسون لكوفي لهاروني يوسف لامبودو حلوة. وعالية في النص لنمرة 6 بابا. دخل مع مصطفى لامبودو تتقطع علاء لمصطفى عبده. يلا يا مجري معاك حسام. اداها لعلاء لمختار. فاول فاول على طار. عايزين نكسب ارض ما نلعبش كره بالعرض. لعبت الكره على طول لامبودو نمره 10. ماشي بيلم الكرة بيديها لروكسون لكوازي. سابها للونج ليفت بتاعهم كوفي. الراجل ده سريع حاسبه ده بينط وبيمشي حاسب ده وماشي. وتتقطع الكرة بالعرض تروح للباك رايت هاروني يوسف هيرفع اوفر وبيلعبها بالعرض جامدة على طول بدماغه. يلا مختار مختار يطير تتقطع بتقاب عالية اوف سايد. لا انما اللي طاح حسام البدري
وديها لاكرامي في واحد واقع في الارض طويله يلا درش يلا درش بالمال يلا مصطفى يا شيخ ويلعبها ويديها لامبودو امبودو لهاروني يوسف ماشي ماشي حد حد يحل على الراجل ده سبها النمرة سبعة جون سميث يديها النمرة ستة بابا بيلعبها طويلة حسام البدري فاول لصالح النادي الاهلي في لاعب واقع في الارض من لعيبة بتوع توتوكو مش شايفين النمرة بتاعته بيتألم والحكم بيتكلم هيطلع برا نمرة 12 ادرينج ادرينج متهيألي طلع برا الملعب يتعارك برا والكرة اتلعبت لإكرامي إكرامي لربيع ياسين ربيع لمصطفى يونس مصطفى طويلة تطلع برا أوي ليه؟ ليه؟ هيحدف الاول اكوازي لعبها لنمره 6 روكسون 5 روكسون بيلعبها طويله قدام على طول بدماغه مجدي لعلاء لطاهر حلوه طويله يجرى عليها اكوازي بيموت جسمه برافو كويس الباك ده هم فيهم افراد ممتازين على فكره الكوره تاني مع روكسون وتتنقل ماسكين كورة دلوقتي لألبرت ألبرت لأكوازي أكوازي بيلعبها عالية في النص ماهر أمام برافو يا ماهر يا راجل يا سلام بيحسب حاجات بيحسب حاجات غريبة أوي فاول اتلعبت لنمرة 6 بابا بيشوط من بعيد في إيد إكرامي ما تجيش هنا يا ابني وشاط كرة طويلة يا طاهر تدور وتتنقل علاء لطاهر طاهر ماشي فاول ما حسبهاش حاجة ما حسبش حاجة ولا حسبها ما حدش عارف والله حسبها فاول صفارته مش باينه في الملعب وشايف طاهر ابو زيد بيتعالج جاله كرامب مجد عبد الغني هيوم سليم وقف سليم طاهر يلا يا طاهر وفاول وشايف انا ربيع ياسين طلع قدام وعليا مصطفى بالعرض في ايده الجول انما الكره طلعت بره اوت الجول على طول يوسف كار بيديها للباك ليفت لالبرت بيلعبها بتخبط في دماغه خدها حسام البدري حسام بيلعبها تخبط وتروح لعلاء ميهوب علاء لربيع حاسب مختار الاوفسايد لمختار دخل عليه نمره 2 وهنام الباك رايت يوسف هاروني يوسف يطلع كوره بره كر هشوط الكورنر المختار مصطفى عبدو حسام البدري طالع قدام
بعيد يا مصطفى، العب الكرة عليها تقطع وتنط، بلعبها طويلة ربيع ياسين يعلي الكرة وبتتنقل لنمرة 12 مع ربيع. برافو يا ربيع، يديها المجدي، مجدي ماشي طويلة ناحية اليمين لحسام البدري، برافو كان في اوفسايد. مختار عالية بعيدة 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 بعيدة، كرة مع الجول، يوسف كار بيديها للباك ليفت كوازي، ماشي ماشي كوازي بيديها النمرة 11 كوفي بسبعة جونسون، بيلعبها طويلة يطلع ربيع براف ويحرصها ويديها لإكرامي، إكرامي كرة طويلة عالية طاهر روح لمصطفى، الباك يرد جحا للباك ليفت كوازي، ماسكين كرة على الفريق غانا كويس قوي، مصطفى عبده ماشي سلو تتقطع ياخدها امبودو، دخل مجدي بنمره تسعة يموه بجسمه ويرجعها للباك رايت هاروني يوسف، وبيشوط كرة اي كلام والحمد لله تطلع بره 40 دقيقة والنتيجة 3 الاهلي 0 كتب، جول واحد يفوقنا كمان، اكرامي يثبت الكرة وشاط مصطفى عبده حلوة لعلاء يا سيارة، بيلعبها طويلة قدام انما في فاول، في فاول من ماهر همام، هشوط الفاول نمرة 11 ماشي تتقطع وتروح وتجري وتخش حسام البدري ويطلع الكورة كورنر من ناحية الشمال وكرة عالية، اكرامي يا ولد يا اكرامي بيده طويلة مختار، يلا مختار يلا مختار كمان يا مختار، حلوة لطاهر يا لف وشاط، ليه يا طاهر ليه يا طاهر، استنى شوية كان جاي لك على ناحية اليمين، ضربة مرمى لفريق كتب واللي هشوط يوسف كار يقول ده الباك بتاعه هاروني يوسف وشاط، مجدي على طول بتضرب في دماغه وتطلع الكوره بره اوت لصالح كوتوكو، واللي هيحدف الاوت هاروني يوسف، يلعبها ورا لامبودو، امبودو الالبرت علاء في فاول، اول انذار لنمرة 10 اول انذار في المباراة لامبودو، الحمد لله كان ناسي الكرت اول مرة يطلع الكرت، ولا هيشوطه مصطفى يونس، يلا يا مصطفى خش جوه يا مختار، شاط كرة عليها على طول امبودو، العبها تروح للونج رايد، بيلعبها بكعب رميجلو لهاروني يوسف، يديها جون
سميث تطلع الكره منه بره اوت اوت لصالح النادي الاهلي ولا يحذف الاوت. ربيع لمختار لربيع لمختار فاول من نمره اثنين هاروني يوسف. يلا هيشوط الفاول عامر بوش رجله بيطير وترجع له تاني يا راجل. يلعبها لمين؟ علاء معاه نمرة 11 بيرجعها ورا نمرة 11 هايل هايل لعيب كبير قوي كوفي ده بيديها ل 13 البرت طويلة انقطع وتروح لمصطفى عبده. يا ولد يا مصطفى يا لعيب برافو يا سلام ليه طويلة عكسية لهاروني يوسف قدام بياخدها نمرة 12 وبيلعبها بالعرض يوقفها مصطفى يونس ويطلعها بره. على ساعة تاني انتهى الوقت الأصلي اللي الحكم هيلعب في الوقت الضايع. كرة مع نمرة 2 13 البرت يا امبودو طويلة حسبت فاول على النادي الاهلي. وفي حيطة واستر يا رب ولا هشوط. شايف انا نمرة 9 انتي ونمرة 11 كوفي شاط تخبط في الحيطة وخش نمرة 2 يتلم عليها كرامي ويحولها كورنر برافو يا كرامي. هيشوط الكورنر نمرة 2 وشاط على طول بدماغه حلوة مختار. يلا مختار معاك علاء معاك علاء يا مختار فوت كمان مرة يا مختار. يلا بقى ايوه هي بقى مرة طاهر يا طاهر حرام عليك. الكرة مع حسام البدري اوت لمصطفى عبده تعدي وتروح لنمرة 9 بيلعبها يجري مصطفى بيعمل مجهود كبير. يا ولد يا مصطفى برافو مجهود كبير يديها الربيع ربيع لإكرامي برافو يا مصطفى برافو يا مصطفى برافو يا مصطفى عمل مجهود كبير في الكرة اللي فاتت دي. والكرة مصطفى يونس لحسام البدري على أرض العلاء حسام لطاهر وينج ليفت بقى طويلة حلوة لمصطفى عبده. يلا مصطفى يا سلام يقطعها الباك هايل هاروني يوسف والجول يشوط كورة عالية حسام على طول ياخدها لوينج ليفت كوفي بنقلها في النص يلا تعدى يخش ماهر أمام إنما حسابها فاول إيه على مين؟ نفسه يديهم جول بأي شكل مش معقول ابدا. فات ثلاث دقايق ونص وصفر الحكم بانتهاء المباراه والنتيجه 3 الاهلي 0 الكوتوكو.